السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي إن شاء الله مع بعض درس جديد من سلسلة دروس تعليم سوليد ووركس. درس النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل تمبلت خاصة بأي مشروع عندنا. إحنا عارفين على طول نستخدم مثلا مليمتر جرام سكند. طيب افرض مثلا أنا عايز الفايل اللي أفتحه على طول يكون بالإنش، تمام؟ نفترض مثلا أنا عايز أفتحه بالمتر وهكذا. فأنا دلوقتي حامل، لو عملت نيو وأقول له بارت، أوكي، هلاقي ان الديفولت بتاعي اللي انا شغال بيه مليمتر جرام سكند. طب لو عايز اغيرها بتك هنا وبغير في الباوند مثلا بالانش وهكذا، لكن هتظل لو عملت نيو بارت عادي تاني هيبقى برضو هيجي لي مليمتر، تمام؟ طيب انا مش كل مره هبدا اعمل نفس الحركه دي، انا لازم اعمل تمبلت او فايل كل ما افتحه يكون بالانش على طول. طيب بنعملها ازاي الحركه دي؟ باجي هنا من فتحت نيو بارت عادي، واجي من التولز واجيب اوبشنز واجيب في الدوكمنت بروبرتس واختار مثلا ان هي يكون اليونس بتاعتي اخليها مثلا باوند، اوكي، يبقى باوند و سكند، اوكي، والمفروض اتك اوكي من تحت كده بقيت اليونت بتاعتي باوند. فحامل هنا فايل سيف از واسيبه بصيغه اسمها البارت تمبلت، تمام، واكتبه مثلا ان ده كده التمبلت دي انش بارت تمبلت. وسميها مثلا انش واقول له سي، تمام كده. دلوقتي لو هاجي اعمل كنترول ان وبارت هيتعمل لي برضو باوند. طيب لو عملت كنترول ان او نيو يعني واجي على خانة الادفانسد هلاقي ان دلوقتي اول حاجة اللي هي انش، تاني حاجة اللي هي البارت، البارت ده اللي هو كان الديفولت تمبلت بتاعي اللي هو المليمتر. يبقى انا دلوقتي عم خليه مثلا بارت واقول له اوكي، كده اليونت اللي هشتغل بيها مليمتر. اعمل كنترول ان واختار مثلا انش، يبقى الديفولت بتاعي انش وهكذا. يبقى ده كده ازاي انا اعمل ديفولت تمبلت لل السوليد ورك بتاعي. مثلا انا عايز يكون التوب لين ده ظاهر على طول معايا، يبقى كده ظهرته، واعمل برضو فايل سيف از سيفه كتمبلت، مثلا اخليه توب مثلا، اسميه مثلا انش اند توب، الو سيف، تمام. دلوقتي لو عملت كنترول ان هلاقي في تمبلت اسمها انش اند توب، دي كده لو اتكيت عليها هلاقي ان اليون بتاعت بالانش والتوب لين ظاهر معايا. يبقى ازاي، يبقى ده كده ازاي اظهر اي ديفولت انا عامله في البرنامج، ديفولت مثلا يعني صفحه مثلا عايزه استخدمها على طول فبنسيبها كانها تمبلت وبنفتحها على طول. طيب لو عايز الغي الانش دي او الغي كل الحاجات اللي انا عملتها، فبفتح ماي كمبيوتر وبخش على سي بروجرام داتا سوليد ووركس، سوليد وورك 15 تمبلتس، ادخل عليها وامسح الحاجات اللي انا كنت عاملها، بس لازم اقفلهم من تحت الاول. تمام، وقفت امسح مثلا البارت اسيبها، همسح الانش وهمسح الانش اند توب. فكده لو عملت كنترول ان هيرجع لي التلاتة الأساسيين بتوعي عادي. ممكن اعمل بقى نوفيس تاني واشتغل عادي زي ما كان. ده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لحد عنده اي سؤال اي استفسار ممكن يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك ليرن سوليدوركس اربك، والارقام والايميلات موجودة على الفيديو من تحت. نشوفكوا دروس تانية ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.